وين بيكون هذا بيت المكتوي؟ أنا بعرفه أخي، مشي معي إذا بدك. طولوا بالكم يا جماعة، طولوا بالكم، طولوا بالكم. يعطيك ألف عافية أبو البراء، أنت اتكل على الله ونعمل اتكال. سلام عليكم. وعليكم السلام. يا بي، القصة صارت واضحة مثل عين الشمس. عدوا واسمعوا مني هالكلمتين. يا بي مناع، أبسط شيء ممكن يقلكن يا أبو زهير، هذا القميص مو إلنا. في حدا داحشه بتنكة الزبالة تبعنا مشان يوقع بيننا وبين أهل الحارة. تقدر تقول له لا، هذا القميص إلكن. إذا بتجي إلي، عائلة المكتوي جماعة مو تمام، في تار بينهم وبين أهل الحارة، ومن ساعة ما رجعوا من حلب وهنن كل يوم بيعملوا قصص ما بتريح. وأنا قلت له لعلاء، قلت له فتح عينك عليهم منيح. مزبوط يا علاء؟ مزبوط يا بي. قصص مثل شو يا زعيم؟ يعني كرم ماله لزوم، فيك تقول مو مطرحه. بعدين أبو زهير حابب يعمل حاله واحد من عضوات الحارة، فحي الله طريقة كانت، وبده يساوي أخوه غالب أبضاي ماله أخ بكل أبضايات الحارة. هذا القميص إذا كان لحدا من بيت المكتوي فلازم يكون لغالب. مو شرط منه، لأنه هنن أخين، الكبير أبو زهير والصغير غالب. يا بي، مين هدول بيت المكتوي؟ شو قصته؟ مشكلة هالعيلة كلها من تحت رأس أبوهن. إيه، الله يرحمه. طمني يا أخي، شلون عيدك؟ لسات عم تجعك؟ وجع محمول أخي، وجع محمول. بس ما بتصدق قديش نعم أخلي بنشوفه. عين الله أخي، بعين الله. السلام عليكم. شو بنا يا جماعة؟ عم نقول السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلين بعلاء والله. أهلين بمناع. شلونك أبو زهير؟ أهلين بضاي. شلونك أبضاي؟ أهلين بالأبضاي. مين من بعد أمرك؟ بدنا شوالين حنطة لنعمل فيهم سليقة. تكرم عينك عمي، تكرم عينك. طمنوني، كيف الزعيم أبو علاء؟ إن شاء الله بخير، والله مقصر معه. الحمد لله، بيدعي بسلامتك. ولا يهمك عمي، الدنيا وأشغالها. شرفوا عمي، شرفوا لبين ما زبطت لكم الطلبية. شرفوا، تفضلوا.